يعطيكم العافية وريد، معكم زميلكم مصطفى الأهلي من دفعة أثر. هكون معكم اليوم إن شاء الله بشرح موضوع الـ Peripheral Examination تبع الـ CVS، موضوع الـ Pulse Check. هحاول يكون الفيديو سريع بس شامل، لأني بعرف في فيديوهات كثير وامتحانكم الثلاثة وما بعرف صراحة ما تنزل الفيديو أحد أو سبت. عن عموم موضوع الـ Pulse، بدنا نعرف شو هو الـ Pulse، شو هو النبض، وين أماكنه. في شوية Specialized Tests المفروض كنا نعملها بالأوسكي بس للأسف شالوه من عندكم. رح نعرف شوية Peripheral Vascular Diseases كيف نعمل Assessment لها، ورح نعرف شو الـ GVB الـ Jugular Vein Pressure، وشوية Pathological Problems Related to the Pulse Checks. حلو، هاي الـ Objectives. طيب شو هو الـ Pulse أو شو هو النبض؟ النبض هو إشي محسوس، تمام. شو أصله جاي؟ أصل إحنا نعرف في 2 stages للهارت، systolic وفي عندي الدايستوليك. السيستوليك اللي هو الستيج بالهارت لما يصير في عندي contraction، تمام، ويضخ القلب الدم عن طريق الأرتري. الدايستوليك هي الإكسبانشن أو extending of the heart عشان يوسع البلد. طيب لما يصير عندي مرحلة السيستوليك، هي المرحلة اللي بنتج منها النبض. حركة الدم في الأرتريز البريفرال أرتريز أو الأماكن اللي راح نحكي عنها هسا، لما نحسها بإيدنا هون احنا بنحس البلس. لما يصير عندي سيستوليك، لما ينقبض، فهون بيحكي لنا انه هو rhythmic beat felt in an artery of course مش vein، تمام، مع كل سيستوليك beat، مع كل contraction of the heart، تمام. اللي حكينا البلد بنطلق في الارتريز، واحنا اللي بنحسه هو حركة الدم في الارتري. بصير في عندي توسع على الشريان، فهذا اللي بنحسه. dilatation of the arteries، this is palpable through light touch، إلا في بعض الأماكن we need more than light touch عشان نحس الأرتري لأنه بيكون ديب. راح نحكي عنها لقدام، مش قصة. ما هحكي فيسيو صراحة، ما هحكي النوتش هاي شو، لأنه إحنا clinical skill، بس إحنا بنعرف إن النوتش هاي من the closure of the aortic valve. لما يسكر يكون السبديج أول دفع الدم، بصير في عندي reflection. الريفليكشن هاد بينعكس على صورة نوتش. مش مهم هون، مهم بالفيسيو أكيد كده حكاها دكتور وليد. طيب شو بدنا نشوف لما نعمل assessment للبلس؟ أول إشي بهمنا الريت. النورمال ريت للأدلت بيرسون زينا من 60 لـ 100. أكثر من 100 بنسمي الحالة تاكي كارديو. أقل من 60 بنسمي الحالة براجي كارديو. طيب متى بصير عندي تاكي كارديو؟ مثلا أنا إجاني مريض على الكلينيك أو على الإمرجنسي، مش هفحص له البولس تشيك وهو جايني ركض مثلا، لأنه حيكون زايد أكيد إشي طبيعي، فهو بزيد مع الإكسرسايزز. طيب شو كمان حالات ممكن يزيد فيها الريت؟ إذا كان عنده فيفر، إذا كان في أندر ستريس، إذا كان شارب قهوة لأنه الكافيين بزيد، إذا كان سموكر النيكوتين برفع، وهكذا. إذا كان عندي أقل، أو في كمان واحدة بسيستم الاندوكران راح تاخدوها اللي هي الهايبر ثايرويدزم. والهايبوثايرويدزم لهم افكت على الهارت ريت، الهايبر بتزيد، الهايبو بيقلل. كمان شغلات بتقلل، ممكن يكون المريض داخل بشوك، هايبوفيلميك شوك مثلا، او داخل او عنده هيموريج، فاشي طبيعي بده يقلل الريت، فبدخل في برادكارديا. معلومه مهمه انه النيونيتس هسه انولدوا مثلا، بيكون النبض عندهم عالي، هذا النورمال 120 لـ 160، بيكبروا شوي برجع بيقل 80 لـ 140، بصيروا تودلر من سنه لخمس سنين بيقل كمان ليوصل تقريبا النورمال ريج تاع الادلتس اللي هو 60 لـ 100 مع الوقت. اوكي خلصنا من الريت، بدنا نحكي عن الريذم، ريذم البلس لما نحط ايدنا ونحس. غير انه حنعد هون، بس ما حكيت كيف نحسبه. بنحط ايدنا على مثلا الراديال بلس، راح نحكي مكان وين بالضبط هسه، وبنحسبه لغايه مثلا 30 ثانية، وبنضرب ب2، تمام. نحسبه ايدنا ساعه 30 ثانية، بنكون عدين كم مره، بنضرب ب2. ليش نضرب ب2؟ لأنه بدنا نوصل لـ60، لأنه الهارت ريت يحسب بالدقيقة. طبعا ممكن أنت تحسبه 15
وتضرب بأربعة، بس في شرط هون انه يكون الريذم ريجولر اللي هو هذا اللي حنحكي عنه هسه. شو يعني ريجولر؟ الريجولر طيب لما يكون عندي نورمال اللي هو ريجولر، حاط ايدي مثلا انا اسمع اوكي، تحط ايدي هسه على الريد البلس تبعي اوكي، تك 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 اوكي، هذا البلس تبعي مثلا، المسافات بين كل بلس وبلس متساوية تمام، بسميه نورمال او ريجولر. طبعا عشان تعمل فول اسسمنت لازم تكمل ل 30 ثانيه، بس مبدئيا متساويه فريجولر. ممكن يكون النبض الريجولر وله نوعين، ريجولرلي الريجولر والريجولرلي الريجولر. ايش يعني؟ ممكن يكون زي هيك، ضربه ضربتين ضربه ضربتين ضربه ضربتين سريعات وهكذا. هذا الريجولر، هذا مش الطبيعي. حلو، هاي الطبيعي، هذا مش الطبيعي. بس المسافات سوري الريذم تبعه ضرب ضربتين ضرب ضربتين ريجولر، فبنسميه ريجولرلي الريجولر. طب ممكن يكون زي هيك، ضربه ضربتين ثلاث ضربه ضربه ضربتين ضربه ضربتين، هذا الريجولرلي الريجولر. الريجولرلي الريجولر في تحت سيناريو رح نحكي عنه شو ممكن الامراض اللي تسويها. اوكي، في عندنا حالات الدروب بيتس او اكسترا بيتس which is normal، يعني ممكن واحد اي حدا فينا هسه خلال 24 ساعه هي كود سكيب ا بيت مثلا، حتى هو مصطلح بيحكوا الاجانب انه اي سكيب ذا بيت مثلا نقز نقزه وهكذا، او يكون عنده اكسترا بيت تظهر عندنا بالاي سي جي. طيب الفوليوم مش كثير بهمنا في الاوسكي لانه له ميجرمنت هو من 1 ل 4، بس الفكرة انه لازم تطرح الاندايستوليك بريشر من الانسيستوليك بريشر، فيعني مش راح تقدر تعمل هذا الاشي من البريفرال اكزامينيشن تمام. الكاركتر اوكي، في عندنا سبيشال تيست راح نحكي عنهم اللي هو الكلابسينج تيست والسلو رايزنج او البالسس بارادوكسس. الفكرة انه راح نحكي عنهم لقدام هسا، بس ان الكلابسينج بدنا نذكر كلمة ووترفول عشان لما نشرح عنه هسا، وهذا الاشي راح تحسه، راح تحس زي شلال بالايد لما تمسك الايد. اوكي، البالسس بارادوكسس هو يعني نقدر نحكي نورمال بس كود بي اكزاجيريتد. الفكره من البالسس بارادوكسس انه بيكون مثلا عندي اوكي ويك بالس تمام، باخذ ديب بريث وبحبسها، لما احبسها النبضه اللي بعدها راح تزيد او تحسها قويه. ليش الحكي هذا صار؟ لانه لما تاخذ ديب بريث الديافرام ضغط نزل لتحت، صار في نيجاتيف بريشر، الدم بيطلع لفوق، لما يطلع لفوق صار في عندي رجع الدم كثير، فالبلس اللي بعدها بتكون قويه. اوكي اوكي طيب اوكي، what do you expect to find on in pulse check after you read the following ECG؟ اوكي، مبدئيا تقدروا انتم تطلعوا الريت مع المربعات الصغيره بدون شيء نمبرينج او شيء، لانه خلص انتم عارفين 1500 وبتقعدوا تطرحوا هاي المربعات بين كل بلس بلس. بس مش هاي الفكرة، الفكرة انه في اشي غريب بالصورة اللي هي هاي، صح؟ صح. طيب لو جينا هون راح نشوف ال QRS complex مع ال B وال T wave، B wave QRS وعندك ال T wave، وهي بنسميها ال ST segment تاعت ال infarction. هون نفس الاشي اوكي، هون نفس الاشي اوكي، هون شايفين هاي اماتشور بي ويف، فهاي الكومبلكس مع تي ويف تبعتها هاي بنسميها اكسترا سيستول بلس او انه نبضه زايده. شو الفكره من هاي النبضه الزايده؟ نورمال، يعني نقدر نحكي انها اذا كانت واحده بس، لان حكينا ممكن اي حدا خلال 24 ساعه ممكن يطلع لك بيت زيادة. اوكي طيب اوكي، كلينيكال سيناريو. A 65-year-old محمد الشريف comes to you with new onset of palpitations، حاس فيهم هو بصدره. He has suffered from hypertension، عمره 65. For the last 15 years you find he has an irregular pulse of 120. طيب مبدئيا what is your likely diagnosis؟ مبدئيا 120، ف
فعنده تاكي كارديا لانه حكينا النورمال رينج من 60 للمية. فالبني ادم هاد محمد المريض عنده 120 هارت ريت وبالتالي عنده تاكي كارديا. طيب لما نحكي الريجولر ريذم غالبا عنده اشي اسمه افيب اللي هو اخدته الافيب ريليشن. هذا بكون الدياجنوز تبعه. طيب كيف راح نتاكد من الموضوع؟ بنعمل له شو اسمه اي سي جي. طيب شو الفاكتورز اللي ريسك فاكتورز لهذا الشخص؟ مبدئيا عمره 65، مبدئيا هايبرتنشن تبعه، مبدئيا ممكن يكون كافيين ادكت، ممكن يكون الكحول ابيوزر، ممكن يكون عنده ميترال فالف ديزيز وبالتالي بده في هذا الانفستيجيشن عن طريق الاسكلتيشن اوف ذا ميترال فالف اللي هو للاسف ما هتعملوه بالاوسكي للمره الرابعه اتسيترا. طيب where are your pulses هاي سؤال بوينت اوف كويشن كان في امتحانات الاوسكي. بعد ما تخلص نخش الغرفه نخلص التشيك يكون في وقت، فالدكتور يسال اوكي البلس اللي عملته في الراديال شو اللاند مارك شو الاناتوميكال، هيك بيجي السؤال. ممكن يجيكم والله نظري اناتوميكال لاند مارك، لاند مارك لكل بلس. الراديال بلس مد ايدك، وين الراديوس؟ عظمة الراديوس لاترال، وبالتالي الراديال بلس على اسمها لاترال. لاترال تو ايش؟ تو تندون اسمه فليكسور كاربي رادياليس، راح تاخذوه بالامساس. يوز 3 اور 2 فينجرز اللي هم السبابه والوسطى، وممكن تحتاج تستخدم الاصبع الثالث، انا بستخدم اثنين صراحه. البريكيال بلس احفظوا انه عكس الراديال، الراديال كان لاترال هذا ميديال. مد ايدك ميديال للانتيكوبيتال فسه، انتيكوبيتال فسه اللي هي شايف البايسبس تبعتك مش في تندون نازل، تندون الرابط تحت في الكوبيتال فسه محل ما بتحط السماعه في لما تفحص بلاد بريشر ميديالي. هذا البريكيال، هو اصلا فكره السماعه انه يجي على البريكيال بلس البريكيال ارتري سوري. الكاروتيد بلس في عندي الانجل اوف جو تمام، وفي عندي الستيرنو طالع من ستيرنو كلافيكا مستويد عضله تمام. وايش في كمان غير الجو والستيرنو كلافيكا مستويد؟ اوكي بس انه ليفت ذا كاروتيد سوري تستخدم، لا شوفوا ما بحب استخدم الثمب مع انه قوي وراح تحسه هيك، بس ما تستخدم الثمب. اي بلس مكتوب فيهم مثلا يوز ثمب، نيفر يوز ثمب. الثمب له اتس اون بلس وبالتالي دائما راح تحسها، حتحس بلس ايدك مش حتحس بلسه، حتى لو انه الكاروتيد قوي. انا بعرف انه الكاروتيد قوي حتحسه هيك، لو بتحط ظهر ايدك حتحسه مع انه less sensation فيه. اوكي anterior to sternum clavicomastoid هون تعرفوا مكان الرقبة بالافلام، هاي الكاروتيد. الابدومينال اورتا اوكي هذا صعب شوي ينحس، فوق الامبليكس فوق السرة. بدك تخلي المريض ياخذ ديب بريث وديب اكسليشن، وهو بيعمل ديب اكسليشن بطلع الهواء كله راح ينزل بطنه، تضغط انت اصابعك هاي اصبع 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 وايدك هون اصبع 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 معوق بس مش مشكله بهاي الشكل بالايدتين، وبتضغط مع ديب اكسليشن بتحس الابدومينال اورتا. الفيمورال ارتري بين الانتيريور سوبيريور ايليكس باين وبين البيوبيك تيوبريكل، عشان هنوضح الصورة. هاي البيوبيك تيبريكل وهي الانتيريور سبيري الاكسباني اللي هو الجزء البارز من انت بتقدر تحط ايدك هسه تحسه. اوكي بينهم بالنص تقريبا بمر عنا الفيمورال ارتري. اوكي هون بتحس البلس فوق تقريبا الجروين شوي تمام. ريمبر نيفي بالارتيريال بلاد كاس، نيفي اللي هم النيرف الفيمورال نيرف فيمورال ارتري فيمورال فين والواي فرونتس، وكمان في عندنا الليمف نودز تاخذوهم بالامسس بالفيمورال تريانجل اللي هو هذا. اوكي نكمل عندنا البوبليتيال بلس، هذا اصعب بلس تقريبا بالنسبه لي، انا اصعب بلس كثير صعب. لازم النيت تكون فليكست 30 درجه، هاي الجسم هاي الجرم، بدك تحط ايدك من هون ومن الجهه الثانيه من ورا وتضغط زي كأنك ماسك إشي ماسك مسورة مثلا، وبتضغط تضغط كثير قوي لقدام لجوه firmly in midline pressing the artery against the back of the tibia. اوكي آخر اثنين بالإجر dorsal speedus والposterior tibialis. dorsal speedus اللي هو هاد بتحسه
بتحسه هون هاي الأصبع الكبير عظمته بالأصبع الوسطاني بينهم تقريبا. اوكي لو سمع لك شو الاناتوميكال لاند مارك بتحكي له lateral to hallucis extensor longus. اوكي البوستيريور تيبيالس اللي هو هون هاي بنسميها الميديال مللس اللي هي ميديالي مللس في واحد لاترالي الميديال مللس بوستيريور لها وراها تمام بتحس الارتري. طبعا دول صعبين كثير كثير صعبين لازم ايدك تكون كثير 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 رقيقه لانهم صغار كثير وبالتالي يدوب تحسهم. طيب specialized test حكينا collapsing test شو الفكرة بدك تمسك او ممكن يسأل سؤال قوي كثير ممكن يحكي لك ايش اول اشي بتعمله لما بدك تفحص collapsing pulse. اول اشي بتعمله بتسأل المريض اذا عنده اي pain في الارم او shoulder لانك راح ترفع ايده تمام وانت ماسك البلس الراديال بلس وترفعها فوقه vertical 90 درجة تقريبا سوري 180 درجة مع الجسم وتنزلها تمام او شي ترفعها مرة واحدة يعني فلما ترفعها مرة واحدة هتحس في شلال منهمر في ايدك هيك تحس فيه زي المي بتنزل قاعدة هذا بنسميه collapsing pulse. شو الحالة بتكون severe aortic regurgitation severe aortic regurgitation. طيب الراديال حكينا من مكانه والفيمر اللي بتفحصه بهمنا انه تفحص الراديال والفيمرال على الابسيلات اللي صايد على نفس السايد وبتشوف اذا في داية بينهم تمسك الراديال بايد والفيمرال بايد وبتشوف المفروض ينبضوا مع بعض الى حد ما تمام اذا في ديلاي في عندنا مرض. طيب بلسس بارادوكسس شرحنا عنه اللي هو الاكزاجريتد نورمال فينومينم اللي هي نورمال عاديه بس ممكن تصير اكزاجريتد increase in pulse volume on expiration and decrease in inspiration بس ممكن يصير له exaggerated بحالات الأزمة والcardiac tamponade والإفيوجن بريكارديال إفيوجن. أوكي طيب auscultate بالسماعة للبروتس هاي اللي أصبر ما هتعملوها بالأوسكي بالبل تاعت الستيتسكوب مش الديافرام من وراء تفحص على كل على الميبرز بتفحص على أماكن الصمامات اللي هي ريفيرد لها. أوكي عشان تفحص إذا في ستينوسيس. طيب إذا كان هون طبعا بحكي لك إنه إذا كان كارديو ستينوسيس بيكون يونيلاترال بروفيتس إذا كان بايلاترال معناته راديتينج أورتيك سيستريك ميرمر سيستريك ميرمر مش طيب البرجر تيست البرجر تيست والأنكل بريكل بريشر إندكس هذول أهم تيستين صراحة يعني أنا طوعت مرة لسنة سادسة وكان عندهم أرتيري إكلوجين بالبريفرال ليج هاي الغرفة وهي كتير طلاب ما عملوها بالتستين ونقصوا علاماتهم فالبرجر تيست والانكل بريكل تيست مهمين جدا. البريكل تيست سوري البرجر تيست الفكرة انه بدي ارفع الاجر بدرجات معينة قبل ما اشوفها صارت بين طبعا النورمال اضلها بينك اوكي النورمال اضلها بينك البيشنت بيكون سوباين نايم وببلش انا ارفع اجره 15 30 60 مثلا ممكن اوصلها ممكن اوصلها حتى 90 درجه في اذا كان في الليج هاي اسكيميك او عند ضعف تروي يعني اذا وصلت ل 15 او 30 ببلش اشوفها صارت بيل الاجر شاحب والانكل بريكيال بريشر اندكس دوبلر يوزد اوفر بريكيال اند تي بي بولس ترسال سبيدس وبحسب الريشيو بيناتهم له ارقام 0.9 ولازم فوق ولا تحت مش مهم هسه مش مطلوبين منكم sequencing of radial pulse assessment. طيب شو الترتيب انا لما اجي افحص بولس بدي احط البادز تاعت الاندكس والميدل فينجر الاصبعين الثاني والثالث على الرايت راديال ارتري ايد اليمين بفحص الريت والريذم اللي حكينا عنه فوق بعديها بفحص الايد الثانيه مع بعض بشوف اذا في ديلي او ديفرنس بالفوليوم بعديها بمسك الراديال مع الفيمر وبشوف اذا في ديلي بينهم ابسيلاترال على نفس الجهه يعني بعديها بعمل سبيشال تيستينج اللي هو الكولابسينج بلس بعديها الله اكبر حكينا كيف ليفت ارم فيرتيكلي ترفعها مره واحده. طيب كلينيكال سيناريو 74 يير اولد جنتلمان عبد الله لايف لونج سموكر هاز بين ديفلوبينج رايت كالف بين يعني بطط اليمين كانت صارت توجع لما كان يطلع على التله ليوصل لداره هي هاز توب He had to stop and then his pain eases off.
what clinical assessment would you make of this patient. طيب مدام انه صار عنده وجع هو بطلع بعديها خف لما وقف وصار في عندي اعاده ترويه ريبر فيوجن وطلعت على الصوره بلاقيها في عندي إديما وحمرة إرثماتوس، فهذا إنديكيشن إنه صار في عندي ريبرفيوجن، يعني كان في عندي نقص تروية وصار عندي ريبرفيوجن مرة واحدة، فصارت البيرميبيليتي تبعت الفيسل زادت، بالتالي طلع السوائل برا، بالتالي صار عندي إديما وفي عندي بين. ممكن أفحص كمان لونها، ممكن ألاقي جايين بلون أزرق ساينوسيس، تمام. ممكن وضع أسوأ لسه كمان يجيني تكون إجرو سودا كانجرين. في معلومة ما بيحكوا لنا إياها بالعادة، مرضى اللي بيكون عندهم جانجرين بتلاقي لو طلع في الشارع وفي كلب حواليه الكلب راح يلحقه، لأنه ريحة الجانجرين كثير قوية بالنسبة للكلاب، كثير بيشموها. شو مطلوب منا كمان؟ نفحص ممكن الألسرز عنده، نفحص بين التوز منه نفحص فينه عين الألسرز، في عنا أرتيريال أرسل ألسرز سوري، وغالبا ملاقيهم بين التوز أو على اللاترال سايد. من مميزاتهم انهم بيكونوا صغار سمول تقريبا ديب، وبتلاقي المارجنز تبعينهم ريجولر، بينما الفينس ألسرز بنلاقيهم ميديالي تمام وسوبرفيشال اكثر مش ديب، وبكونوا اكبر والمارجنز تبعتهم الريجولر، هذيك بتكون مثلا هيك صغيرة او بين التوز تمام. فمهم نفحص برضو الألسرز في حالة زي هيك. ايش ممكن يكون عنده في ديفرنشال دياجنوز؟ ممكن عنده او اوكلوجن عادي مبدئيا في الاجر، ارتيريال فينس دي في تي دي فينس ترومبوس يونيلاترال الخ. طيب اسسمنت فور بريفل فاسكولار اسسمنت، طيب في عندنا الاربع شغلات لازم تكون بشين فيهم دائما: غسل ايدك، عرف عن حالك والبيشن بروفايل، اشرح البروسيجر، خذ الكونسنت وشابرون، طبعا احكي البرايفسي برضه مش مكتوب هون. انسبكشن بدي اشوف بايده بين اصابعه اذا في نيكوتين ستيننج، لانه اي سي بي اس بهمنا كان سموكر او لا، بهمنا كثير. طيب وبدنا نشوف اذا في عنده سكار، سي اي بي جي والاي اي اي ريبير، مهم جدا موضوع السكارينج. اذا لقيت مثلا في ميد لاين هون فوق الامبلكس عنده سكار، اعرف انه عامل ابدومينال اورتيك انيوريزم ريبير تمام، او اذا عام او اذا في عنده فوق لسه اكتر مع الاجر بيكون غالبا عنده سي اي بي جي اللي هو كورونري ارتري باي باس جرافت، عشان يزيد التروية للقلب، يعني قلب مفتوح. اوكي سبيسيفيك انسبكشنز زي الجانجرين حكينا والالسرز، فيريكس فين اللي هي دوالي الاجرين، بين التوز حكينا، إذا في أي color changing black brown بيكون في عندي hemosiderin deposition، إذا كانت paler shiny أو فيش hair معناته في عندي lobar fusion فيش دم. أوكي palpation بالإيد، بنبلش بالtemperature back of the hand ظهر الإيد، ببلش من تحت لفوق distally to proximal. في تست مهم الكبيري ريتر، بضغط على الأظفر الأصبع الكبير وبترك، المفروض يرجع زهري بخلال أقل من ثانيتين، يعني يرجع الدم عليه. اذا ما رجع وهم بالعاده بيحكوا لنا حتى لو رجع اعمل البرجر تيست، نعمل البرجر تيست اللي هو بنرفع الاجر اللي حكينا عنه فوق، تشيك فور اي 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 فيمورال بليتيال بلسز دورسال سبيديس اللي كل البلسز، تشيك بوث سايدز طبعا حكينا، نشوف الديلي تبع الراديال راديال والراديال فيمورال، السنسيشن مهم برضو، نجيب قطعه قطن ومنخلي البيشنت يغمض عينيه وبنحطها على اجر بنحكي له اي اجر لمسناها. طيب الاسكولتيشن بالسماعة على الابدومينال اورتيك وعلى الفيمورال وعلى البوبليتيال بلويدز. اوكي الجي في بي، الجي في بي مش عارف ليش رايح الكلام اللي هون، بس هو الفكرة انه ما في فالف بين الرايت اتريوم وبين الجيجلر فين انترنال جيجلر فين، وبالتالي الدم اللي في الرايت اتريوم ممكن يطلع الانترن ريجولر فين بسهوله، يعني في طريق فاتحه. كيف ممكن اطلعه؟ بخلي البيشنت يوقف سوباين، بعديها برفع 45 درجه تمام، وبطلع على رقبته، بخليه يلف شويه على شمال مثلا، وبتوقف على يمينه وبطلع على رقبته، المفروض الاقي في عندي هيك زي فلاترينج او
زي ردي خفيفة. إذا ما طلعت وأنا لازم أفحصه باجي بعمل كيف كنا نفحص الأبدومينال أورتا البولس تبعه، نفس الشيء بضغط عليه وبطلع على ركبته راح ألاقيه. كيف تحسبوها بالضبط مش مهم، لأنه لازم تحسبها بسنتيمتر وتطلع خط وهمي من الستيردم وتشوف المسافة اللي بينهم. وبحكي لك هون إنه النورمال 4 سنتيمتر أبو ستيرنال أنجل، صعب موضوع صعب. أوكي، وهاي برضو ما أتوقع شي يجيبوها لنا في السيولوجي، بس برضو أقروا كل واحدة إيش بتشير. هون حكينا كيف نفحصه، 45 درجة، يكون راخي، ريستنج باك على المخدة، لف وجهه شوي لشمال، طلع الرايت سايد البيشنت وبتشوفه وبتعمل استيميشن للفيرتيكال هايت حكينا بينه وبين الاسترنال انجل. اوكي الابنورماليتيز نفس الشيء على الرسمة، هاي مش كثير مهم، بس مثلا هاي مثلا الفيو هاي اذا اشر لك عليها انلايكلي انه يجيبها ويأشر عليها ويحكي لك انه هاي كانت جاينت ويف مثلا، شو الفكرة شو المرض، بتحكي له انه ترايكسبيد ريجارجيتيشن مثلا، كله مكتوب هون فاقرؤوهم قراءة هاي وهاي قراءة اي ابنورماليتي امبلسز حكينا عنها. متى بكون دي براديكارديا، نسيت احكي عن الاثليتيك. الاثليتيك هم بتمرنوا بحيث يخلوا بهمهم انه البلس تبعهم يكون واطي، فاذا فحصت بلس لاثليت ولقيته 40 مثلا ما تحكي هذا براديكارديا، لانه هذا مثلا او ماراثون رانرز مثلا، لانه هم بده يوصلوا لهيك، هم هذا النورمال تبعهم، هاي كيك بهمهم يكون البلس. تمام باقي ما تبقى medications، بس زي الفازودايليترز، نيتروغليسرين اتسترا. بس والله يعطيكم العافية موفقين، ودعونا احنا اثر.